بدأت وزارة الكهرباء العمل مع شركات مدنية للكشف عن قراءات العداد للتخلص من مشكلة القراءات الخاطئة. هناك أيضا بدائل عن قراءة العداد عبر الكشاف مثل إبلاغ القراءات بمقر الإدارات أو الاتصال بالخط الساخن رقم 121 للإبلاغ عن القراءات والشكاوى وسرقة الطيار. هناك أيضا خطة لتجربة 250 ألف عداد ذكي في عدة مناطق بتعطي إنذارا قبل انتهاء الشحن الموجود بها مرات عدة، ولا ينقطع التيار الكهربائي خلال فترات الليل أو العطلات الرسمية، كما يمكن منح هنا كمان المواطن 24 ساعة فرصة حتى شحنه مجددا. ده كلام جميل، بس برضو عايزين مزيد من التفاصيل. معانا دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح النور، تحياتي حضرتك وتحياتي لكل الأسرة البرنامج. أهلا بحضرتك. تحياتنا لوزارة الكهرباء وعمل حقيقي متميز. يعني هنا كمان الخبر بيتحدث عن تسهيلات على المواطنين فيما يختص بقراءة العدادات، في عمل مع شركات مدنية حتى تسهل كمان الأمر. خليني برضو أنتقل مع حضرتك علشان أترك لحضرتك برضو مساحة للرد. عايز أروح، نحن سمعنا خبر أن هيكون هناك في تعامل مع شركات حراسات هنا برضو للتحقيق تحصيل الفواتير وغيره، هل الخبر ده صح ولا لا يا دكتور؟ والشق الاخير من برضو سؤالي، استعدادات هنا بقى وزاره الكهرباء لعيد الاضحى، اتفضل يا فندم. ده سؤال مركز. السؤال الاولاني الفقره الاولانيه بالنسبه للسؤال، طبعا احنا في اطار يعني اتمام اجراءات او البث في تعاقد مع شركه لسه لم يتم يعني تحديدها بالضبط يعني، ولكن هو الاهم من الموضوع زي ما حضرتك اشرت فيه هو القضاء على شكوى المواطنين المتكرره من عدم انتظام بعض الكشافين، ان القراءات ممكن تبقاش مظبوطه. كل الاشياء ديت احنا مهتمين جدا من خلال تعاقدنا مع الشركه اللي هتقوم بالمرور والقراءه العدادات شهريا. هو دوت الاساس، ان احنا نحافظ على حق المواطن وحق الشركه، وفي نفس الوقت نقضي على الشكوى الاساسيه اللي كانت بتتكرر كتير. تاني شيء الجزء الخاص ب يعني حته 121 ده ما زال يعمل حته استقبال القراءات، وده برضه بيسهل كتير جدا طبعا في تحديد الاستهلاك الحقيقي شهريا، وده بيبقى تعاون ما بيننا وبين المواطنين. الجزء الثالث خاص باستعدادات الوزاره للعيد، طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين والمصريين والمسلمين كلهم طيبين ان شاء الله. يعني احنا كعادتنا احنا بنستعد بكل طاقتنا للمناسبات، خاصه في الاعياد، من في تشكيل غرفه عمليات على مدار 24 ساعه، في غرف فرق طوارئ بتبقى جاهزه للتعامل مع اي اعطال طارئه ممكن تكون موجوده. رائع. التاكد من كل الاتحادات الصلاه او الاماكن اللي بيبقى فيها تجمعات من التوجيه الكهربيه، بالاضافه الى يعني طبعا 121 طبعا بيستقبل اي لو في اي شكوى طارئه واحنا بنتعامل معاها مباشره، وفي تاكيد للتعامل السريع مع اي شكوى، وان شاء الله تبقى ايام سعيده علينا وعليكم وعلى كل شيء. ان شاء الله يا دكتور. ده كلام محترم. دكتور لو سمحت لي برضو معاك حسام الدين حسين، وكان عايز اسال حضرتك سؤال برضو، لانه هو اتنشر في معظم الجرائد انه بالفعل تعاقدت وزاره الكهرباء خلينا نقول مع شركه فالكون الاستشارات الامنيه وتقديم الحراسات الامنيه، يعني المعلومه دي صحيحه ولا غير صحيحه؟ لم تتعاقدوا، هل في سعيكم للتعاقد؟ وليه يعني لماذا تلجأ وزاره الكهرباء للشركه زي كده تحديدا؟ ما يعني حابين نفهم الاسباب برضه عشان يكون الكلام يكون واضح. انا باخد من حضرتك تصريح، الوزاره تعاقدت؟ لا، الوزاره مش تتعاقد. هو لسه لم يتم التعاقد الى الان. وهل تسعوا للتعاقد معاهم؟ احنا لسه في اجراءات البث في الشركه اللي احنا هنتعاقد معاها، واعتقد ان هو يعني من فائده الجميع بالنسبه للوزاره والكل، ان احنا طبعا هنعلن ونقول الشركه اللي هي هيتم التعاقد عليها. احنا يهمنا في التعاقد ده اكثر من شق، الشق الاولاني الحفاظ على سريه البيانات الخاصه بالمواطنين والمشتركين، طبعا ده في المقام الاول. المقام الثاني الزام الشركه بان هي تقوم بعمليه القراءه
ويمكن يعني الالزام دوت بيبقى على الجانبين سواء بالنسبه للشركه وكمان بالنسبه لنا احنا. احنا بنعمل برضه عمليه مرور وتفتيش على مدى جوده الخدمه اللي احنا تعاقدنا من اجلها. الحاجه الثالثه اللي هو المواطن نفسه هو المقياس بتاعنا. بس ده هل ده ما يحملش عبء يعني مالي؟ اعتقد انه هيبقى مالي ضخم وكبير يعني، خاصة ان دي شركة خاصة برضه يعني في حتة المطاف ولا ايه؟ هو بص، هي بداية هو ما فيش اي اعباء اضافية على اي مواطن. لا ما بتكلمش عن مواطن يعني دلوقتي، ممكن يبقى عبء على ميزانية الدولة. لا هي طبعا حضرتك يعني بالنسبة للاسعار او بالنسبة لتعريف الترقية للتيار الكهربي بيبقى فيه برضو من ضمن الجداول اللي تم نشرها وسمعنا عنها جداول خاصة برسوم الخدمة. ورسوم الخدمة ديت بتبقى من بنودها التحصيل او الكشف او العملية الخاصة بها او الإصدار الفواتير، كل الحاجات دي كلها هتخصم من الجزء الخاص بالشركة بالكهرباء يعني. بس ليش شركة أمنية تحديدا يعني برضو؟ عشان هي الفكرة كلها مش تحديد برضو حضرتك، احنا لسه لم يتم التعاقد اولا. ثانيا يمكن معالي الوزير اوضح قبل كده ان الشركه المدنيه تعمل تحت اداره جهه سياديه للحفاظ على سريه البيانات، لان يعني البيانات اللي موجوده للمشتركين نحن امناء عليها، وبالتالي لما بيتم التعامل معاها مع اي شركه اخرى لابد ان احنا نضمن هذه السريه والامن الخاص بيهم، لان هي بيانات كتير جدا وبيانات يعني غايه في الخصوصيه، وبالتالي احنا بنبقى حريصين عليه. انما احنا يهمنا في الاول والاخر هو بالاضافه الى الحفاظ على سريه البيانات ان قضاء على شكوى تكرار عدم انتظام البعض القراء، وده بيبقى نتيجه يعني عجز من العدد المتاح حاليا، واحنا هنغطيه ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه، متحدث باسم وزاره الكهرباء، شكرا جزيلا.